فوت يا نجاة. ما بيمشي حاله طليقة لنجاة. فريد؟ اشتقت لك ساندريلا. يعني بعد كل هالفترة اللي ما شفنا بعضنا فيها تستقبليني هالاستقبال؟ كيف تفوت لعندي؟ ولو يا لورا ولو. ليش أنا غريب يا؟ اطلع لبرا. لورا يا لورا، اسمعي يا حبيبتي، جوزك بالشغل وأنيسة عم تعمل دوش، خلينا نغتنم هالفرصة ونقعد مع بعضنا شوي. اشتقت لك حبيبتي. أنت عارف حالك شو عم تعمل فريد؟ شو عم بعمل؟ عم بعمل اللي أنا وأنت منحبه يا عمري. اطلع لبرا يلي عم تعمله. مش حرام، حرام نضيع هالوقت بحكي ها بيعطي نتيجة. بعد عني فريد. بعد عني فريد، ما رح خليك تقرب مني. عم تسمع؟ وطي صوتك، ما حدا يسمع. بعد عنا، بعد عن لورا احسن لك. نجاة؟ زغراني وحلياني يا نجاة. ما سمعتني شو قلت لك؟ طيب طلعي لبرا وسكري الباب وراك لشوف. من 25 سنة قلت لي هالكلمة. كنت غشيمة وطلعت لأنه كنت ببيتك، بس هون مش بيتك. هيدا بيت بنتي ولورا بنتي كمان، اثنيناتهم بناتي وكل الناس بتعرف هالشي. هيكي هالشي بتحكي كلام طالع نازل. أنا مزاجي رايق كتير وما بدي حدا ينزعلي. ماشي يا سكرجي يا حشاش، اسمعني منيح. إذا ما بتبعد عن هالبيت، لورا وبنتك وصهرك وكل الناس رح خليهم يعرفوا شو صار من 30 سنة. وإذا السم الهاري اللي عم تطفحه نسيك، روح شوف الجرح اللي بجسمك بالمراية، هو بيذكرك. الظاهر إنك خرفتي يا مرا. بالعكس، أنا بعمري ما كنت واعية قد اليوم. وإذا بترضى تتحداني تفرج شو رح أعمل. ولك أنت أجمل من أي حركة بتفكري تعمليها. أليس، أليس اخلصي يا مجنونة. لكن اطلع من أوضة لورا بسرعة. يعطيكم العافية جميعا. ميرسي استاذ. يعطيك العافية. الله يعافيك عمر. استاذ، بيقدر الواحد يتعلم تصوير بسرعة؟ هلا إذا ما كان دارسها بالجامعة بيقدر يعمل دورات بمعهد. قديه بتكون مدتها؟ بين 3 أشهر والست أشهر. شكلك حابب تتعلم. كتير. خلص لكن، بكرة طلب من نادين تشوف لك شي معهد مناسب وتسجل فيه. ومن معاشك بتسدد القسط. وإذا طلبوا بالمعهد دفعة أنت مش قادر عليها، طلب من قسم المحاسبة سلفة وأنا بمضي لك عليها. منيح هيك؟ كتير منيح، بس مش يمكن وقت المعهد يتضارب مع الشغل؟ بتمنك شايف لك لأي ساعة عم نضل نصور. ما تخاف، كل شيء له حل. عن جد أنت إنسان رائع. طيب يلا روح ساعد الشباب، خليني روح على بيتي تعبان وهلكان أكثر ما بتتصور.